يقول السائل: يجري على لسان كثير من الناس في بلدنا والعياذ بالله سب الله عز وجل وسب الدين، وتصدر منهم أحيانا ألفاظ يستحى أو يستحيى من ذكرها، ولا شك أن ذلك كفر وردة، لكن هل ينزل ذلك على المعين؟ نعم، من يسمع منه سب الدين أو سب الله جل وعلا أو سب الرسول فإنه يحكم عليه بالردة، يحكم على المعين بما يصدر منه. ولو كان لا يحكم على المعين ما أقيمت الحدود، لو كان ما يحكم على المعين كان ما تقام الحدود ولا يقام القصاص ولا يقام حد الزنا وحد الخمر وحد السرقة، فيحكم على المعين بما صدر منه من قول أو فعل. نعم. ويقول: وهل يلزمه إذا تاب أن يتشهد ويغتسل من جديد؟ نعم، يلزمه أن ينطق بالشهادتين ويتوب إلى الله عز وجل، وأما الاغتسال فهو سنة، إن شاء يغتسل اغتسل أو ما اغتسل ليس عليه شيء، الاغتسال سنة ما هو واجب. نعم. يقول: وهل تراعى في ذلك حالة الغضب؟ الغضب الشديد اللي يفقد شعوره لا يؤاخذ على الكلام، إذا فقد شعوره ولا يدري ماذا يقول فهذا لا يؤاخذ، أما الغضب الذي لا يزول معه الشعور ويتصور ما يقول فإنه يؤاخذ بذلك.